طبعا انجاز رياضي كبير جدا حققته البطله يمنى عياد، واللي اصبحت اول ملاكمه مصريه تتاهل الى اولمبياد باريس 2024. طبعا التاهل ده جه بعد تالقها في بطوله افريقيا واللي اقيمت في العاصمه السنغاليه داكار. يمنى عياد البطله قدمت في البطوله مستويات كبيره، وظهر ده جدا بعد فوزها على بطله الجزائر فاطمه عبد القادر بنتيجه 3-1 في وزن 54 كيلوغرام، وده بعد ما لعبت المباراه النهائيه قدام المغربيه وداد برطال وحصدت الميداليه الفضيه. خلينا نتابع التقرير. إنجاز كبير حققته يمنى عياد التي أصبحت أول ملاكمة مصرية تتأهل لأولمبياد باريس 2024 وهي في عمر 20 سنة. تدرس بالفرقة الثالثة في كلية التربية بجامعة دمياط بعد أن استعدت جيداً للتصفيات في نهائيات البطولة في مصر ودخلت معسكراً استمر لمدة شهر، بعدها سافرت للمغرب ثم السنغال. رحلة شاقة وصعبة بدأتها البطلة منذ 5 سنوات بعدما تنقلت بين عدد من الألعاب القتالية مثل الكونغ فو والمواي تاي قبل أن تجد شغفها في لعبة الملاكمة، حتى إنها تقوم بالتدريب ما لا يقل عن 7 ساعات يومياً وما يقرب من 4 ساعات داخل معسكر المنتخب. إنجاز تاريخي للرياضة المصرية حققته البطلة المصرية يمنى عياد بعد أن حجزت مقعداً في الدورة الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس 2024، وذلك بعد أن فازت على بطلة الجزائر فاطمة عبد القادر 3-1 في وزن 54 كيلوغراماً. وتأهلت إلى المباراة النهائية في البطولة الإفريقية التي أقيمت بالعاصمة السنغالية داكار وحصدت الميدالية الفضية في المباراة النهائية أمام المغربية وداد برطال. البطولة الإفريقية التي انعقدت في السنغال شارك فيها 280 ملاكماً يمثلون 40 دولة، تأهل 7 منهم إلى دورة الألعاب الأولمبية ومن بينهم يمنى عياد.